يحتاج البحث العلمي في مسيرته العلمية إلى مجموعة من المناهج والأدوات التي تساعده على الحصول على النتائج، ويعتبر منهج تحليل النظم أحد المناهج المهمة التي تساعد الباحث في تقسيم النظام إلى مجموعة من المكونات الرئيسية، ويتم تقسيمها بصورة منطقية. ظهر أسلوب تحليل النظم لأول مرة على يد العالم البيولوجي لوديك بيرتنالفي في عام 1952، وهو أول من ابتكر طريقة تحليل النظم كمنهج للبحث العلمي، ويعتبر من أكثر الأنظمة أهمية وتأثيراً. وأصبح تحليل وتصميم النظم من الحاجات الضرورية لتوفير المعلومات اللازمة لمختلف أعمال المنشآت والمنظمات وترتيب عمليات تنظيم المعلومات إلى مجموعات وعناصر لسهولة التعامل معها واستخدامها بشكل جيد لتجنب حدوث المشكلات الخاصة بالشركة. وسؤالنا لليوم، هل لتحليل النظم مراحل معينة؟ وما هي وظيفة محلل النظم تحديداً؟